وسيك بيلا وسبتي يا عيوني قد الراهب سكران اما صغري رجل عيني يا جنان يا عيوني قد الراهب سكران أما صغريك رجل عيني يا جنان هذا أنا واقف هذا واقف ويخيل ما في فيه أشكي وأبكي أشكي يا زاهية قلبي الشفت بيبي يا زاهية يا لاهية عبسك بيلة وسفتي خطواتي وقعت الحال تتجاوز قلبي زاد طفغان خطواتي وقعت الحال تتجاوز قلبي زاد طفغان هذا حاير هذا حاير يبدو جا Thank you.
بهذا النغم نطرب. وفي السودان منذ بداية الطنبارة وعهد الأغنيات الغديبة مرورا ببكي وبنوح وبصيح إلى آخر عهدنا بالموسيقى، ظل للموسيقى تأثيرها المباشر على النفس الإنسانية، حيث تكون ملازمة للإنسان في حالتيه الفرح والحزن. فللموسيقى أثرها على الإنسان كفرد وأثرها على المجتمع بصورة عامة. الفنون الموسيقية وأثرها على المجتمع. أسعد جدا بضيفي داخل الاستوديو الموسيقي الجيلي سيف الدين الأمين، مدير مركز الجيلي للفنون والأستاذ الموسيق. مرحبا بك حبابك عشرة في صباح الشروق. مرحبا بك ومرحبا بمسامي تابعي قناة الشروق الفضائية، وأهلا ومرحبا بالجميع وصباح الخير على الجميع إن شاء الله. حبابك عشرة أستاذ الجيلي، وأنت بتعزف كنت عايش مع الموسيقى، عزلت العالم حولك، ده انت الانسان اللي بينتج الموسيقى وبقدم الموسيقى للناس. الناس اللي بيسمعوا الموسيقى ايضا بذات الاحساس لما يسمعوها بينعزلوا عن العالم الخارجي، يمكن ده سحر الموسيقى. فنتكلم شويه عن تاثير الموسيقى على الفرد وعلى المجتمع. جوانب الموسيقى كثيره، و
تحية من هنا من عبركم عبر قناة الشروق للأستاذ حافظ عبد الرحمن، وإن شاء الله أيام الشعب السوداني كلها تكون أيام خالدة، والوجدان السوداني يعني مشبع بالثقافات الموسيقية، مشبع بالأنماط الغنائية، مشبع بالنغم. السودان غني يعني، يعني إحنا عندنا ثقافات يعني مشتركة مع العالم بثقافتنا بتاعت سلمنا الخماسي، بنغمنا البسيط، بجمالنا وبطبيعة مناطقنا المختلفة. المخرجات بتاعتها جوانبها يعني بتسر الروح، يعني لما تسمع مقطوعة لموسيقار حافظ عبد الرحمن أو تسمع أغنية لإحدى رواد الفن، فأنت بيجيك حالة بتاعت ذاكرة بتعيد ذكريات جميلة، إن كانت يعني حاجة أنت في الماضي كنت يعني عايشة، الموسيقى ممكن تعيد لك الشعور والإحساس، وهذا السحر والجمال والنغم. نحن قبل شوية ابتدرنا بمقطوعة الأيام الخالدة لحافظ عبد الرحمن، ربنا يمتعه بالصحة والعافية. وأنت كموسيقي بالضرورة تتشبع وجدانيا في المقام الأول بالموسيقى حتى بعد ذاك تنتجها للناس. فقبل شوية تكلمت لي في معرض حديثك عن الوجدان السوداني وتشبعه بالفنون وبالموسيقى، نتكلم شوية عن دور الموسيقى بالارتقاء بالفرد. يعني بنلقى الزول لو مزاجه ما رايق يسمع مقطوعة موسيقية، لو عايز يحفز نفسه عشان يشتغل أكثر يسمع موسيقى، وغيره من بقية الأدوات اللي بيستخدمها الفرد العادي غير المدرك للموسيقى بصورة علمية. فنتكلم عن دور الموسيقى في الارتقاء بالفرد وارتباطه بتنمية الذات والتنمية البشرية. الموسيقى يعني حتى لو كانت بسيطة، كانت تقليدية، بتعبر عن الإنسان منطقة معينة أو مناخ معين من المناخات المختلفة في السودان. فالإنسان يعني بطبيعة حاله هو يعني نفسه دي فيها الجمال. الإنسان عرف الصوت البشري منذ النشأة بتاعته اللي هي الصرخة حديث البلادة، بعد ذاك اللي قاعده يتعرف من خلال السير أول مشي. فالموسيقى مرتبطة بوجدان أي إنسان، أي كائن بشري يطرب، حتى يعني في بعض الحيوانات الأليفة تطرب يعني، والحيوانات الشرسة أيضا يعني في السيرك العالمي يجيبوا السيران دي للحربات بيجعلوا لها دفوف وإيقاعات معينة كده هي بتنفعل وبتكون قتالية. فالموسيقى ممكن الزول يعني إذا كان في حالة هستيرية يرجع إنسان طبيعي عايش في الجو بتاعه وكان عايشه بالموسيقى. إحنا ممكن نعبر عن الذاتية بتاعتنا، السيق عادتنا كده، اللوكيشن بتاعنا والكاست الفريق بتاع العمل ده، ده إحساس هسه بتاع هو شغال الآن. لكن لما تجي أنغام يكون في انفعال بطريقه غير مباشره، بيحب بذكريات بتاعت اغنيه هو له علاقه بها في الماضي، والحاجه دي في وجدان كل البني ادمين في الكون، ما في السودان عموما. يعني اي انسان الموسيقى بيقولوا لغه عالميه. ايوه نعم. طيب رايك شنو نخاطب بقيه الشعوب بمقطوعه موسيقيه؟ جدا، ومن عبركم هنا بنشتغل لحن سوداني بايقاع عالمي، وان شاء الله تنال الاعجاب. جميل، نسمع. Thank you.
شكرا يا الجيلي، كتر خيرك على المقطوعة الموسيقية دي. وبيقولوا وجدان الموسيقي لازم يكون مشبع في المقام الأول بالموسيقى عشان يقدر ينتج موسيقى. فالمصورين عندهم حاجة اسمها التغذية البشرية البصرية، بيشوفوا أول حاجة كتير طبعا داك يصوروا بينتج إبداعهم الخاص. الموسيقي كذلك لازم يتشبع بأنواع مختلفة من الموسيقى عشان يقدر ينتج موسيقى مختلفة. ونحن في السودان عندنا تعدد في القبائل، تعدد في الثقافات، وبالتالي تعدد في الإيقاعات. يعني بنلقى في الغرب في إيقاع الفرنجبية والمردوم، بنلقى في الشمال في إيقاع الدليب، بنلقى في مناطق السودان مختلفة، كل منطقة عندها إيقاع بيميزها. فأهمية التشبع الموسيقي بالنسبة للموسيقى عشان يقدر ينتج موسيقى مختلفة ومتنوعة عن المطروح في الساحة الفنية. الموسيقى هي أنا زي ما أسلفت وقلت لك، يعني هي موجودة في الكون منذ نشأة الطبيعة. يعني الموسيقى اصلا خلقت مع الطبيعه، مع طبيعه الحياه بصوره عامه، والحياه البشريه والفرد في المجتمع يوميا عنده ممارسات بيعيشها من خلال الحياه المعيشيه بتاعته. اذا مسكنا شرائح المجتمع وقسمناها بنلقى انه في طبقه بتاعت عمال، في طبقه بتاعت موظفين. الموظفين عندهم موسيقى بتعبر لهم عن الوضعيه بتاعتهم، والفلاحين والناس البسيطين ايضا. انت تقصد انه اي فئه من المجتمع عندها موسيقار خاصه؟ عندها موسيقار خاصه اللي هنا بتبقى موسيقات شعبيه. فده غادني لتدرجه في الحديث عن اللغات اللي هي شنو النغم الكردفاني الجميل. من عبركم هنا التحيه لاهلنا في غربنا الحبيب. فاذا احنا مشينا غرب السودان وسمعنا النغم الموجوده في المنطقه بنحس ان المود ده مود عربي، يعني ما موسيقى سوداني لكن هي سودانية، لأنه ثقافة بتاعت المنطقة بعينها موجودة في جغرافية العالم، في دولة اسمها السودان، في إقليم اسمه إقليم كردفان. فهذه موسيقاهم بتميزهم عن منطقة شرق السودان وأيضا منطقة شمال السودان. فنحن عندنا أسحار وعندنا أنغام وعندنا نغم وعندنا جمال، ربنا إن شاء الله يكون العون. ومن عبركم هنا يعني دعوة لكل الموسيقيين ولكل المهتمين بالشان الموسيقي والفنون، اتمنى عوده المهرجانات الثقافيه، واتمنى انه يكون في منافسات على مستوى الولايات عشان الناس تعرف الثقافات. يعني في ناس السيح هنا ولدوهم في الخرطوم ويتربوا في الخرطوم ما بيعرف اللغات بتاعت العجكو، ما بيعرف اي حاجه، لكن ممكن يكون بيعرف الراب بوب لانه ستايل عربي شرقي، ستايل غربي مركب، هو يعني تعرفه من خلال الغنوات. لكن بالتالي يا استاذ جيلي في ايقاعات محليه اخذت نصيبها من العالميه. مؤخرا سمعنا ياني الموسيقار العالمي عمل مقطوعه بالدليب. ايوه استخدم الدليب، والفنان الرحيل استخدم ايضا اللغاء الكردفاني، القمر بيدري ونشيم بلاني من يوم. يعني النشر بتاع موسيقانا السودانيه وصل من زمن الامد، يعني احنا العالم بيعرفنا بموسيقانا، لكن ما بيمنع انه احنا نتطور وانه احنا ننتج باحدث الطرق، والعالم يشهد التغنيه ويشهد التطور في مكسجه الاغاني وفي الانتاج وفي التوزيع الموسيقي. احنا لازم نكون مواكبين مع الاسواق العالميه بتاعت الموسيقى والموسيقات العالميه، وننشر ثقافاتنا المحليه ماله عشان نصل بها لسلام، ونصل بها لتنميه، نصل بها لوعي، نصل بها لافكار جديده، لرؤيه مستقبليه. المشكله وين يعني؟ جميل. طيب نحن عندنا محور أخير عن مجال تعليم الموسيقى في مراكز التدريب، لكن قبل كده خلينا نسمع نموذج ثاني من المقطوعات الموسيقية من اختيارك ونشوف حتسمعنا يا تنوع. طيب تفضل، المرة دي نسمع إيقاع محلي ولا عندي؟ لا يفضل أن نسمع نسمع يا نموذج. نسمع نموذج لمقطوعة سودانية.
كتر خيرك. ده نموذج من الإيقاع الكردفاني، وأنا شاكر لك جدا ولوجودك معنا داخل الاستوديو. نورتنا اليوم في صباح الشروق، شكرا لك، وشكرا لتجربتك الموسيقية اللي بتحاول تقدم فيها الموسيقى لكافة أبناء المجتمع السوداني. كتر خيرك. شكرا لك، وشكرا لكل المستمعين تابعي قناة الشروق، تحية والاحترام لك. شكرا. شكرا. إذن شكراً الجيلي سيف الدين الأمين الموسيقي ومدير مركز الجيلي للفنون، ودي مساحة طفنا فيها مختلف بقاع السودان، غنينا فيها الإيقاع الكردفاني، غنينا فيها بإيقاعات سودانية متنوعة، ودل التنوع اللي بتحويه شاشة قناة الشروق، وفيه تعدد الإثنيات والقبائل.